بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم شباب؟ اهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات الهاند. هنتكلم النهارده عن الانتر اوسياس ماسلز. والانتر اوسياس في عندنا ماسلز ممكن نشوفها من البالم اوف ذا هاند او من الانتيرو فيو، وفي عضلات تانية ممكن احنا نشوفها من الدورزم اوف ذا هاند. العضلات اللي في البالم بطبيعة الحال هنسميها بالمر انتر اوسياس ماسلز، والعضلات اللي في الدورزم هنسميها دورزال انتر اوسياس ماسلز. العضلات في البالم هنجد ان هي عباره عن ريشه واحده بس، عشان كده بنسميها يوني بينيت. لاحظ ان هي ريشه واحده ريشه واحده ريشه واحده، انما هنا هنجد عضلاتنا ريشتين ريشتين، فبنسميها باي بينيت ماسلز. طبعا العضلات دي كلها بتطلع او بتاخد الاوريجين بتاعها من الميتا كاربال بونز، من العظم اللي هو الميتا كاربال بونز، ماشي، هنا او هنا يعني. وبعدين بترجع تعمل انسرشن، هنا بتعمل انسرشن في الاكستنسور اكسبانشن، وهنا برضو بتطلع تعمل انسرشن في الاكستنسور اكسبانشن، تمام كده. حتى احتاج ان من ضمن التندونز اللي كانت بتخش فيها الاكستنسور اكسبانشن كنا دايما نقول 1 اور 2 انتر اوسياس ماسلز تندون، ماشي. ممكن تلاقي الاصبع الواحد يا اما جاي له انتر اوسيايا واحده، حلو، انتر اوسيايا دي واحده، او ممكن يجي له 2 انتر اوسياس، ماشي. يعني مثلا هنا نيجي نبص هنا تجد هنا ادي ده جاي له واحده انتر اوسياس اهي، واحده انتر اوسياس، خلاص كده. فيعني الايه مساله فاريبل يعني. طيب هنبدا نتكلم بقى عن الايه البالمر انتر اوسيوس ماسلز. اول حاجه هتلاحظ هنا انه البالمر انتر اوسيوس ماسلز احنا عندنا 3 عضلات، 1 2 3، انما الدورزال انتر اوسيوس عندنا 4، 1 2 3 4، ماشي. يبقى هنا عندنا في البالمر انتر اوسيوس في 3 عضلات. في الحقيقه في بعض المصادر بتقول ان هم 4 برضه، يعني ان البالمر 4 برضه، ان في عضله يعني بتطلع من هنا، خد بالك، ماشي. ده طبعا يا شباب ده اصبع الثمب او اصبع الابهام، ماشي. ففي ناس بتقول انه في كمان بالمر انتر اوسيوس ماسلز بتبقى مرتبطه بالثمب، ماشي، لكن هي مي بي ابسنت، مي بي ابسنت يعني ممكن ما تبقاش موجوده، تمام. فانت على حسب كتابك يعني، لو قال ان هم 3 او قال ان هم 4 وفي واحده اللي هي مرتبطه بالثمب مي بي ابسنت. طيب بقيه الايه العضلات الثانيه، الرسمه اللي فاتت كانت في اطلس نتر، هنا ده اطلس جري، ممكن نجيب المستطيل بتاعنا ده اطلس جري، وهنا هو حاطط البالمر انتر اوسيوس ماسل، حاطط الفيرست اهي، حتى دي بيقول لك هنا ايه الفيرست بالمر انتر اوسيوس ماسل، تمام كده. ويعني يقول لك وين بريزنت، يعني لما تبقى موجوده، يعني قصص كده، تمام. فاحنا مش عايزين نخش في تفاصيل، بس تبقى عارف ان هي ايه مش شرط تبقى موجوده في كل المصادر. احنا واحنا بنشرح هنحسبها معانا، يعني انا لما اجي اعد مش هعمل زي نطر، انا هسمي ده واحد وهسمي دي اتنين وهسمي دي تلاته وهسمي دي اربعه، تمام كده. طيب وبالتالي طبعا الموضوع سهل جدا، انا عندي عايز اعرف الاوريجين بتاع العضلات دي. الفيرست بالمر انتر اوسيوس بتطلع منين؟ بتطلع من الفيرست ميتا كاربال بون، عشان كده انا هحسبها معايا عشان لما اجي احسب او اعد تبقى الدنيا سهله. الفيرست من الفيرست، طيب والسكند هتبقى من السكند، خلاص كده. طيب الثيرد، لا ده ايه هنطنشه، يبقى ساعتها الثيرد هتطلع من الفورث ميتاكاربال بون، والعضله الفورث العضله الرابعه هتطلع من الفيفث ميتاكاربال بون. طب ليه؟ لان انا شلت الميتاكاربال بون رقم 3، مفيش عضله بتطلع منها، تمام كده. يبقى اذا المؤكد عندنا يا شباب انه الثيرد ميتاكاربال بون ما بيطلعش منها بالمر انتر اوسيوس ماسل، لكن الفيرست فيها كلام، ممكن وممكن او ممكن لا، تمام كده. طيب كل واحدة بقى على حسب الانسرشن بتاعها، بيبقى على حسب الاصبع، موضوع بسيط، كلهم بيعملوا انسرشن في الاكستنسور اكسبانشن، دي هتروح للاكستنسور اكسبانشن الخاص بالثمب، تمام كده، ودي هتروح للاكستنسور اكسبانشن الخاص بالاندكس فينجر. طب الميدل والثيرد ميتاكاربال بون مالناش دعوة بيهم، خلاص كده. طيب بالنسبة لي رقم ثلاثة، العضلة رقم ثلاثة هتروح للرينج، والعضلة رقم أربعة هتروح ل الليتل فينجر، تمام كده. طيب طبعا هنا بيشرح لك مساله الاكشن والفرق في الاكشن ما بين البالمر انتر اوسيوس والدورزال انتر اوسيوس. بيقول لك هنا انه البالمر انتر اوسيوس ماسلز بتلعب دور في مساله الادكشن اوف ذا فينجر. طبعا يا شباب مفهوم الادكشن على مستوى الفينجر، انا بعتبر ان المحور بتاعي هو الراجل ده اللي هو الميدل ده، وانه كل العضلات او كل الاصابع بتبدا ان هي تتحرك يا اما باتجاهه يا اما بعيدا عنه. فلو الاصابع هتتحرك باتجاهه ده بنسميه الادكشن، حرك الاصبع ده كده، يبقى كل ده كده، خلاص كده، يبقى ده هنسميه الايه الادكشن. البالمر انتر اوسيوس ماسلز بتعمل ادكشن في الفينجرز، ونكمل كلام الفيديو الجاي.